السلام عليكم، أهلا وسهلا كل مشتركين قناة نور العين. رجعنا لكم من جديد فيديو جديد. مثل ما عرفتوا قناتنا متنوعة، وأنا كتير بحب عن جد يا جماعة. حبيت القناة، كنت في الأول أخذتها إنه مشروع ولا، بس عن جد أنا حبيت بعدين القناة لأنه عن جد عم توصل صوتي وعم توصل اللي جواتي. ل يعني إذا هلأ قريب الألف مشترك، إن شاء الله بعدين للمليون وتوصل لكل العالم. أنا كتير عن جد تعلقت في هالقناة، وإن شاء الله بستمر للآخر معكم وبوجودكم. ورجعنا لكم فيديو جديد يا جماعة. نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم مثل ما تعودنا عليه، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقضية سورية هزت الدنيا وهزت قلبي من جوا عن جد يا جماعة. هالطفلة هاي جوا طفلة سورية، وبما أنه أنا سورية ودمي سوري عن جد ما قدرت، دمي صار يغلي من هذا المجرم، وحبيت أحكي في هالموضوع ووصل كمان صوتي ووصل التعازي أول شي لأهل هالطفلة المسكينة اللي يعني ما بعرف شو بدي أقول. إنسان هذا أصلا مو لازم نقول له إنسان، هذا وحش، وحش بري، لأنه الوحش البري يعني شرس وما في قلبه رحمة أبدا أبدا أبدا. نقول الله لا يوفقه. عن جد حبيت أحكي بقصة هالطفلة لأنه هزتني من جوا، وحابة صوتي يوصل للكل. كلياتنا نوقف جنبهم ومعهم ونطالب نشوف هذا المجرم على حبل المشنقة ويشتفي قلبنا كلياتنا. مثل ما حكى فعلا بدم بارد قصة كيف اعتدى هالطفلة المسكينة. يعني يا جماعة ما بعرف إحساس الأم كيف، ولا الأب ولا العيلة ولا الناس ولا الجيران. يعني هالطفلة هاي اللي تعرضت لأبشع أبشع أسلوب، الواحد بيقول يا ترى شو شافت قبل ما يعني قبل ما تطلع روحها، شو شافت من العذاب من هذا الوحش. الله لا يوفقه عن جد. وإن شاء الله بياخد يا رب إعدام ومنشوفه. وحابة هذا الفيديو يوصل للكل يعرف قصة هالطفلة الصغيرة المسكينة السورية، وإن شاء الله كل العالم بياخدوا حقها من هذا المجرم. اجتني فكرة أنه جيب وحدة من البنات لعندي على البيت كونوا لحالي واغتصبها. رحت لعند البنت مسكتها وجبتها لعندي على المدخل. انه بكل برود شفتوا شو عم بيقول. اجا في باله ياخد هالطفلة اللي عم تلعب في الشارع مع رفقاتها بكل سلام مسكينة. ايه هو اجا في باله انه ياخدها ويطلعها لعنده على البيت ويغتصبها ويعمل اللي براسه بكل وحشية بدون يعني تفكير انه شو بده يصير في ام البنت، شو شعور البنت، شو بده تتألم. يخرب بيته من حاله، والله يخرب بيته من حاله. لبستها بعد ما اتصبت، لبستها يابا ورجعت كمان خنقتها شي 10 دقائق، ضليت خانقة لحتى عرفت انه خلص يعني طلعت انفاسها. فجيت على البيت ثاني يوم المساء، قلت بدي اكب الخرق اللي مسحت فيها مكان جريمة سيدي على السداج. رحت حطيتها بكيس زبالة ورحت شلتها. أنا عن جد ما عم بستوعب يا جماعة إنه في هيك لسه ناس في هالدنيا. يخرب بيته ما خاف الله، ما عنده شعور، ما عنده إحساس، ما عنده ضمير، ما عنده إنسانية، ما عنده هذا. يمكن الحيوان أحسن منه. ما قدرت إلا أحكي يا جماعة وفش قلبي. واللي ما بيعرف القصة، القصة إنه هذا الوحش أخذ هالطفلة وهي عم تلعب من الشارع واغتصبها وطلع على البيت لعنده واغتصبها، وما كان يحكي اصلا انه هو كيف عذبها. حتى ومشي في الجنازة عادي وكل شيء، حتى اكتشفوا انه هو الفاعل ومسكوا. وانا هلا يعني بتمنى مثل الملايين اللي شافوا قصة هالبنت انه ينشنق قدامنا، وبتمنى التضامن مع هالطفلة والفيديو يوصل لكل العالم عن جد.